صراع بين واشنطن وطهران يشتد تارة ويهدأ تارة أخرى وفي الحالتين ترتد عواقبه على بلدان المنطقة لا سيما العراق الذي أصبح في الفترة الماضية الساحة المفضلة التي يريد كلا الطرفين خوض معاركه عليها مباشرة او بالوكالة. مصادر أمنية في قوات حرس الحدود وشهود عيان من سكان مدينة القائم الواقعة غربي العراق أكدوا أن ميليشيا حزب الله إحدى أبرز ميليشيات الحشد في العراق باشرت بعملية تشييد معسكر جديد لها على الحدود مع سوريا بديلا عن المعسكر السابق الذي دمرته مقاتلات أمريكية في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا ردا على قصف بالكاتيوشا استهدف قاعدة أمريكية في كركوك وتسبب بمقتل متعاقد أمريكي اتهمت واشنطن حينها ميليشيا حزب الله بالوقوف وراءه يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار النشاط الجوي الأمريكي في المنطقة الحدودية العراقية السورية ضمن محور التنف القائم وصولا إلى ريف دير الزور الذي تقابله عراقيا بادية الجزيرة في محافظتي الأنبار ونينوى كما يأتي وسط حرب كلامية داء بساسة الطرفين على خوضها بين الحين والآخر ووفقا لمسؤول في قوات حرس الحدود فإن المقر الجديد الذي يجري تأهيله سيكون أكبر من السابق الذي تعرض للقصف، وقد كان في الأصل موقعا للجيش الحكومي، وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى انخراط الحكومة في بغداد في اللعبة التي تخوضها ميليشيات إيران مع القوات الأمريكية، والتي يريد فيها الطرفان الحصول على مزيد من المكاسب وتجنب أي خسائر، بينما يمعن ساسة المنطقة الخضراء وميليشياتها في إغراق العراق بمستنقع العنف والعنف المضاد غير وآبهين بمصير شعب ذاق الأمرين من تدخلات واشنطن وطهران اللتين قد تختلفان في جملة من الملفات ويجمعهما الاتفاق على تدمير العراق وتعذيب شعبه